أنا دخلت في بعض الأحيان في السماوة هنالك مجمع طبي، التقيت بأحد قلت له وين مهندس المقيم؟ جت مرأة كبيرة قالت أنا استلمت هذا الملف وأنا شابة وهسه صرت عجوز من سنة 2012. نعم. هذا بسنة 23. يعني هل يراد إلى المشاريع مالتنا تصير بهذه الطريقة؟ يعني تأخر إلى هذا. أحد المشاريع اللي دخلنا لها في الناصرية كان المشروع متلكئ منذ سنوات طويلة جدا، أنجز خلال شهر واحد. ما هو كانت أكو مسائل بسيطة جدا عالقة، أكو بعض الأمور عالقة بسيطة جدا، يمكن متوقف على بعض الموافقات اللي ممكن دولة رئيس الوزراء يتجاوزها ويتجاوز الروتين بموافقاته، وينجز هذا العمل. وهذا العمل مو لشخص، هذا العمل لجمهور، لمواطن عراقي ممكن أنه يعني يفك أزمة كبيرة في البلد. بالتالي من يقول أنها حكومة يعني جسور، أنا هم أضيف لك حكومة جسور وحكومة مدارس وحكومة تعليم وحكومة مستوصفات وحكومة المنجز، وحكومة الآن أثبتت للعالم أجمع أنها ترتقي على المستوى الدولي والمحلي.